طيب نرجع لدوري الكوره وفريق الكوره، وهنكرم اول فرقتين كسبوا معانا فريق المركز الثاني الحصان الاسود الصراحه بتاع الدوره. ما كانش حد متوقع خالص، يعني كنا متوقعين ان هم يخرجوا من الدور الثمانيه، بس ما شاء الله عليهم عملوا شغل غير عادي. فريق جلادياتورز. هم موجودين ولا روحوا؟ ايه ده هم كبروا كده ليه؟ دول الكباتن؟ ماشي طيب. لا لا طب تحية كبيرة لفريق جلادياتورز. على فكرة فريق جلادياتورز هم ضيوف عندنا، هم مش مشتركين في يوتوبيا بس هم ضيوف عندنا، وجم معانا الدوري وشرفونا في الدوري ولعبوا لعب ولا احلى ولا اروع على راي كابتن مش عارف مين، بس هو ولا احلى ولا اروع، وجزاهم الله خيرا على لعبهم معانا. طيب عودي هو كابتن الفريق،